بهذا الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه اللي مغير شوي ولازم نعمله ادابتيشن تاني بدنا نكفي، صار في معمل لاكل الكلاب والبسينات هون بلبنان. كلبكم بسينتكم بتحبوها كتير لازم تطعموها مثل ما انتم بتاكلوا، لانه عايشه معكم بالبيت صار في بات فاكتوري هون بلبنان. يعني بدكم اكل غير شكل، بدل ما تجيبوا من برا دراي فود الكيس اللي عم بكلفنا كتير غالي على الدولار، على اللبناني صنع في لبنان بشغل لبنانيه وهن انتربرينور لبنانيه، فينا نعطيهم تشانس تا من هون يصيروا بكل بلدان العالم. يلا التور ان ذا فاكتوري هاو اتس ميد لجوه. بينسلقوا الخضره وبينطبخ الميت اول كايند اوف ميت، كان قاعدين بالبيت نطبخ ونجهز كل شيء هوم ميد. البروسيس هو بينطبخ كل الميت، بينطبخوا لتاني نهار، بتنشفوا ليرجعوا يتحضروا ليفوتوا على المكانات. هاي اسمي كريم غربل، I'm the co-founder of the Petfood Factory. So we produce 100% natural and fresh dry food and wet food out of real ingredients, either beef, chicken or salmon, with vegetables, fresh vegetables, and all the necessary nutriments needed for the pets, either dogs or cats. So هون هذا المعمل، هون بنصنع الأكل، بنبلش بالتحضير. في عندك المطبخ، الرو ماتيريال بينطبخوا كلهم من دجاج أو لحمة أو سمك، وبيرجع بينطبخ الخضرة بتنسلق، بيرجع بحطه بالخلطات وبيرجع بتفوته على المكنات. في بروسيجر لازم تنعمل، ومن بعد ما يخلص البرودكت بيرجع بتفوت على الفرن ديهايدريترز لا يطلع الدراي فود. This is for the dry food. للوت فود بنحطه بالمكنات بتعلبوا بقلب vacuum packs وبنحطه بيرجع بالفريزر. اوكي، الفرق بين البرودكت تبعنا والبرودكت من برا نحن 100% natural no additives. شيف لايف تبعها بتضلها شهر، يعني we're using pure meat. ما بنستعمل الدشيات تبع الحيوان، و we're very picky on the quality. ما بنستعمل كل شيء لحمه له ريحه، كل شيء لحمه الشيف لايف بدها تنتزع. we're very picky. كل الموظفين تبعونا اللبنانيين، فعم نشجع اللبناني. And our price is much cheaper. نعم نصنع اللبناني وما منجيب شيء من برا. السيستم ببلش أول شيء بتنجيب الخضرة وبنجيب الرو ماتيريال كله، بتنظفه بتغسله بتحقمه وبيرجع بيروحوا على التقطيع والسلق. One of our main ingredients is flour from Bacalian, 100% Lebanese product. هلا الشباب بيكونوا عم بيحضروا الخلطات ليفوتون على الماشين ليرجعوا يتنشفوا قبل ما يفوتوا على الاكسترودر يلي هي بتعمل الدراي فود. من بعد ما تنسلق الخضرة ويتحضر اللحمة والدجاج أو السمك بنحطه بالماشين مثل ما قلنا، وبيرجعوا بيتاخدوا كلهم من بعد الخلطة مع الطحين بيتاخدوا على الماشين اللي بتنشفهم قبل ما يفوتوا على الاكسترودر. هلأ بدنا نفوت على البروسيس تبع الارتيزنال بات فود يلي هو It's not a commercial product and it's 100% natural and fresh. هلأ بيتنشفوا بهول المكانات، بيرجعوا بيفوتوا على الاكسترودر، بنعملوا دراي فود وبيرجعوا بيروحوا على الفرن على الديهايدريتر ليتنشفوا. هل هو بيتاكلوا؟ هول بيتاكلوا، بس بريفيرفلي انه من بعد ما يفوتوا على الماشين وبنعملوا دراي فود فينا نساعدهم مثلهم، لانه اتس 100% ميد اوت اوف ريل انجريدينتس. يعني فيهم لحمه، فيهم دجاج، فيهم خضره، فيهم طحين، فيهم كل المكونات يلي الانسان فيه يكله. بس فيهم بيض ني يلي هو احسن طبخه قبل، بس انه فينا ناخذ بالمعلقه وناكل يعني. اكزاكتلي مين هول بصحن هيك مع زيت زيتون طلعوا كثير طيبين. Thank you.
بعد ما يخلصوا من الماشينز بيرجعوا بيحطوا من الفرن. من بعد الفرن this is the final product that we have. عنا chicken for big dogs, عنا chicken for small and medium dogs, عنا dry food for cats, chicken dry food, we have beef dry food for small breeds, and here is the salmon dry food, عنا for big breeds and for smaller breeds. هيدا شو؟ This is salmon dry food. مثل ما حكينا انه it's 100% fresh and natural. يعني it's a very good product for dogs. فيه كل المكونات اللي بيعوزها الكلب. مكونات كثير واضحين وما في شيء مخبر. ان كان سالمون يعني هو السمك، ان كان البيضة، الخضرة، الفلاور. بعدين زيت الطحين يلي بنكره احنا بخبزتنا. فيه شوية زيت سان فلاور اويل، كوكونات اويل عظيم. ومن ورا شو بيفيد الكلب، يعني شو فيها فيتامينز، مغنيسيوم، نيوتريشن فاكتس كلهم سوا، كأنكم على مربين مونة. يعني عم شبه لأنه أنا كلبي مثل ابني يعني. ما بحب الحيوانات. معمل أكل الكلب بلبنان شيء كثير حلو، إفاداته كثير مهمة. من ميل انه عم نشتري بس لبناني، كل شيء مكونات لبنانيه، كل صح. كل شيء بقلب الكيس لبناني، غير اكيد الناس اللي عم نشغلهم، العالم موجودين هون، انتو وغيره من الاشياء. طيب اليوم بين حدا يشتري من برا او يشتري من لبنان، عم بياخذ زيت شيب، يعني خلينا مثل ما هي، في معتقد غلط وبعتقد عم بيتغير بالوضع الاقتصادي، انه من برا احسن. نحن اليوم لبناني و100% والكواليتي مثل برا ويمكن احسن. صح 100%، لانه عم نستعمل، نعرف حالنا شو عم نستعمل، عم نستعمل ingredients اللي هن very good quality، عم نستعمل شغل لبنان، عم نستعمل product لبناني. مثل ما قلت انه كل شيء لبناني، وهذا بهيدي الازمه اللي هلا عم نقطع فيها لازم كلنا نوقف حد بعض ونشغل بعض ونشتغل بس بالproducts اللبنانيه مع الموظفين كلهم كمان لبنانيين. حدا بيقدر يتصل فيكم وانتم بتوصلوا على البيت. Exactly. وبدل ما يكون عندي كيس 18 كيلو كثير كبير بيضاين بيقعد بوجه 3 اشهر او اكثر، كل شهر بشهر وكل نهار بنهار. مزبوط. يعني تقريبا انت، انا باخذ من عندك 5 كيلو العلبه الكبيره بضاين 10 ايام تقريبا اذا كان الكلب كبير. مزبوط. شو الفرق اذا بدي طعمي كلبي ان كان سمك دجاج او لحم؟ اوكي. اللحمه فيها بروتين اكثر من الدجاج والسمك. الدجاج فيها بروتين اقل. نحن عم نحكي تقريبا بيف فيها 33.9 percent protein، والchicken فيه 24.9% protein، والsalmon فيه 28 و 29% protein. هول كلهم مأخذين على labs وفيهم certifications. It's better to feed your dog beef إذا كان active dog. Chicken is حيلا كلب non active or active حتى فيك تخلط له مع الأكل. وسالمون it's for يعني dogs اللي عندهم حساسية على الشيكن أو البيف، وفيه أوميجا زيادة وفيه نوتريمنتس أهم من البيف والشيكن. في أكل لكل كلب إن كان صغير كبير واسع عريض. نحن الريسيبيز تبعونا usually للصغار لازم يكونوا فوق 26% بروتين. ف 3 ريسيبيز تبعونا are available for puppies also. جريت. مكونات كثير واضحه مكتوبين على الكيس، ان كان الزيت اللي كلنا بناكله، البيضه اللي كلنا بناكلها، الطحين اللي كلنا بناكله، اللحمه والخضره مثل ما هن، مثل ما انتم بتاكلوا بطعمه كلبكم. طلع بيلي دون ريحه كثير حلوه جوا. فينا ندوقهم. انا رح دوقهم. ليك رح اجيب خبزه من لف سندويشي. براوني رجع البيت معي اكل لك. شفت فكر فيك وين ما اروح.